بس انت كفادي الخطيب اليوم بهالخبره بهالتجربه الثريه بهالنجوميه والسكيلز اللي كانت عندك، مش معقول ان لبنان او الكره كره السله العربيه تستفيد منه. عارف شو عم تسال؟ بس ما انا عم استفيده. انا عندي 400 موهبه بالامارات عم نطورها بتشامس بالكرة السلة وكرة القدم. عندي أكاديمي وفرق عم نشارك فيهم بالبطولة الإمارات، وبلبنان عندي 400 موهبة وعم نبعت لبرا. جهاد من وين طلع؟ جهاد تأسس بتشامس بالنادي عندي، وربحنا نحن تشامس ربح بطولة لبنان بالفئات العمرية للأندر دون ال 14 سنة. تشامس ربح على النادي الرياضي بالفينال. سو نحن عم نأهل، نحن عم نفيد، نحن عم نحط الخبرات، البروجرام والكوريكولم بحطه أنا بالتمارين. أنا بقول لهم للكوتشز شو لازم يعملوا، هذا البروجرام امشوا عليه، وهيك لازم نحسن، وهيك لازم نوصل. سو الفادي لازم يعطيه عم بيعطيه، بس أنا ما بدي أكون، ما بقدر أكون كمدرب واقف بمباراة. أنا بكون عم برسم الأساس الستركتشر تبع تنمية المواهب، والمدربين بيمشوا عليها وبيحطوا الخبراتهم. سو أنا من فوق عم برسم وعم بفيد وعم بعطي، وحتى وقت التمارين بنزل على الأرض بوقف 10 دقايق ربع ساعة بقول لهم إذا حدا عم بيعمل الموف غلط بقول له لا اعملها هيك، وبصحح وبقول لهم كيف لازم يعملوا وكيف لازم يشتغلوا. شامب صار براند؟ وانت بتوصل فيه وطن العربي كله، وطن العربي كله قريبا ان شاء الله. عندك فيجن ايه؟ ابو ظبي، سعوديه، مصر، قطر، كله، بحرين، كل هدف الوطن العربي كله يوصل تشامس. لقلك ليه؟ لانه تشامس تنميه الرياضه، ديفلوبمنت. انا حب حياتي خلي اي شخص يكون هيلثي وملتزم، وهيدي المسج اللي برسمها انا بالسوشيال ميديا. بحب شوف اشخاص من ورا فادي، من ورا اللي عم بعمله، صار عندهم حب للرياضه والتزام للرياضه. هيدا هو اذا بدك الاحلى شيء. عندي بزنسز بالريل ستيت، بالمطاعم، بالهيدا لالي، بس هيدا حب الرياضه. بقول لك انا ولد عمره 3-4 سنين صار يحب الكرة السلة أو كرة القدم لأنه من وراء تشامس، كأنه إجيت قدمت لي مليون دولار. شخص فات مش فت، صار فت، صار ما بقى عم بيقدر وما يوقف الجيم، وكل يوم عم بيمارس الرياضة. بقول لك أحلى شيء بحياتي هيدا. عطيتني أنت هدية حقها كنوز، فمشان هيك تشامس بينجح.